قول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ احرجك شويه. الحقيقة ان انا اهلاوي. اهلاوي كلنا لما بنخش الكورة بنخش عشان عندنا انتماء، طبعا صح؟ طبعا. يعني انت ما اشتغلتش هنا الا عشان كان عندك انتماء في يوم من الايام ايا كان طيب الانتماء، فانت حبيت الكورة فاشتغلت. بس هو زي ما قلت لك من شوية على منتخب مصر، فبالتالي هيبقى على ما الاهلي. على اي انا لو حاجه. انا شغال في اي حتة انا راجل جاي اعمل شغلي واروح. بالظبط. لا انا بتكلم بره لا الكوره، ما لهاش علاقه لا بشغلك يعني، انا عارف كويس، انت بس كانسان او كشخص لا يعني. انا اصلا يعني اهلاوي، بس في الاخر انا لازم اعمل شغلي ورا، والحمد لله علاقتي بكل الناس واحده طبعا. ومعروفه يعني. طيب قول لي بقى، محمد ثابت اكيد كل ما بيوصل لمنصب او مرحله بيبقى عايز يروح للي فوقيها انا بحس والاعلى منه. انه ما فيش حاجه اصلا، يعني بحس دايما انه يا رب نجحني. لا يعني انا عايز اعرف انت بتفكر في ايه، او بتخط او بتحلم بايه تبقى يعني المنصب اللي هو ان شاء الله يكون اكبر من اللي انت ان فيه شاء الله دلوقتي. هو الحاجة الأولانية إنه بقولها لأي حد، لازم دايما تحس إن أنت ما عملتش حاجة، لأنك لما تحس إن أنت عملت حاجة دي نهاية اللي أنت صح عملته، صح هتقعد بقى صح خلاص. فطول ما أنت خايف وعايز تعمل حاجة صدقني هتنجح أكتر. والمهم كمان إنك أنت لما تكبر في الحتة اللي أنت فيها تدور على حتة تانية وتحاول تساعد ناس. يعني الحمد اكيد لله انت في ناس ساعدتك مصريين يعني. بالظبط. مهندس هاني ابو ريده اكيد كان برضو ليه دور معاك ولا ما... وجود مهندس هاني ابو ريده في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي ده شرف لينا كلنا، طبعا. ولازم كل الناس تعترف ان وجود مصري في منطقه زي دي هو مهمه جدا. مكتب تنفيذي بالظبط. اتحاد دولي وافريقي. بالظبط، مهم جدا. بس انا الصراحه ان انا في الحته دي انا تعبت فيها، يعني انا اشتغلت فيها وانا رايح من زي ما قلت لك، انا قدمت في انترفيو زي اي حد وكملت زي اي حد، يعني حتى ترشيحي في الفيفا كان لا مش جاي. قصدي ان هو ساعدك في دخول، لكن قصدي ان في ممكن يكون حد برضو انت بتلجأ له في حاجة ولا لا ما... الراجل طبعا ده يعني في مقام والدي، طب والواحد بيفتخر بوجوده، وطبعا بتكلم معاه وفي اي وقت لو في اي حاجه بني، دوره يعني كبير المهندس هاني ابو ريده في الكاف وفي الفيفا. وجود شخصيه مصريه. الناس لازم تفهم ان وجود مصري في مناصب مهمه دي حاجه كويسه، دي سمعه لمصر، ده اول اعلان لمصر، ده اول سبورت لمصر في اي حاجه. احنا لازم نستغله كويس وهو لازم يساعدنا كويس، يعني كلنا. بس خلي بالك برضو انه ساعات انت ما بتبقاش قادر تساعد، ايوه انت في لوائح و... قلت لك و... من اه شويه انت بالظبط راجل جاي تعمل شغلك تلتزم لازم بيها. تروح، لو جيت عملت ده بشكل معين الناس هتقول لك لا انت بس هو كده. بيسهل حاجات كتير كمان، وبي بس ما انا عشان كده يعني قلت في لك حاجات بت وجود ناس في المناصب دي وفي الاماكن مهم. دي ده مهم ما جدا. قلتليش بقى المنصب اللي انت بتحلم بيه تبقى توصل له ايه؟ بص انا الفتره اللي فاتت، وده عشان كده انا يعني اتكلمت مع الفيفا ان انا الفتره الجايه كلها تبقى كونسلتنسي هي والكاف، علشان انا بحلم، انا ابتديت يبقى عندي الشركه بتاعتي، علشان انا بحلم ان شاء الله يبقى عندي شركة شركه نشاطها ايه يعني؟ في الاعلام، علشان بحلم ان يبقى عندي شركه كبيره ناجحه بتعمل ايه يعني؟ بتعمل بي ار، بتعمل ميديا اوبريشنز، بتعمل تنظيم ديجيتال، يعني. بتعمل كل حاجه ليها علاقه بالاعلام اللي انا بعمله بقى لي 14 سنه في المؤسسات دي، بعمله من خلال الشركه بتاعتي. كويس. وان شاء الله باذن الله، باذن الله انها انا بقول لك احنا قاعدين مع بعض النهارده هي تبقى واحده من اكبر الشركات في يوم من ان الايام شاء ان شاء الله الله باذن باذن الله، الله. وقريب مش بعيد لا ان شاء الله. باذن الله.